فريق اتحاد البوليدة الذي لم يتذوق حلاوة الفوز في بطولة هذا الموسم استقبل فريق جمعية الشلف الذي أظهر إمكانية كبيرة جدا في هذه المباراة وجعل كل من كان حاضرا هنا في البوليدة يؤكد بأن الجمعية الشلفية ستنافس على لقب هذا الموسم. وبدأت المواجهة من دون مقدمات وبكرة وبعمل جماعي منسق كما ينبغي، تمكن السوداني من افتتاح باب التسجيل أمام الحارس الوناس قوي الذي لم يستطع فعل أي شيء. جمعية الشلف لم تكتفي بهذا الأمر فقط، بل لعبت بارتياح كبير وكأنها الفريق الذي يستقبل، ولم تجد أي معاناة في خلق العديد من الفرص التي جعلت جاوي يقضي أمسية صعبة وصعبة جدا على غرار هذه المحاولة من جديات التي تصدى لها الحارس جاوي. إذن جمعية الشلف وجدت الانسجام، وجدت السرعة وخلقت الفرص، وتمكنت مرة أخرى من الاستفادة من ضربة جزاء بعد سقوط اللاعب السوداني داخل أرضية أو داخل منطقة العمليات. طلبي خرج بالبطاقة الحمراء وجديات أضاف الهدف الثاني للجمعية التي سيطرت على طول الخط في هذا الشوط الأول، واتيحت لها فرصة تعميق جراح اتحاد البوليدة بضربة جزاء أخرى، لكن هذه المرة لم تجد طريقها نحو الشباك حيث ضيعها اللاعب مسعود، لتنتهي المرحلة الأولى بثنائية أغضبت كثيرا جمهور البوليدة الذي لم يفهم ما يحدث لفريقه في السنوات الأخيرة. كان غاضبا، انتقد الرئيس، انتقد المدرب، وانتقد اللاعبين أيضا، وهي وضعية مؤسفة فعلا لفريق اتحاد البوليدة الذي حاول ولكن بفرص قليلة وضعيفة ولم تقلق كثيرا حارس اتحاد أو حارس فريق جمعية الشلف والحارس السابق أيضا لاتحاد البوليدة غانم. إذن وجه شاحب لاتحاد البوليدة أمام فريق جمعية الشلف الذي تراجع مردوده في المرحلة الثانية وكاد أن يضيف الثالث عن طريق مونغولو، لكن النتيجة النهائية كانت هدفين مقابل صفر للجمعية.